عين لي ولك. ممكن نبدأ بتفسير هذه الآية؟ الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد. هذه من سورة القصص، وذكرها الله عز وجل في خبر نبيه وصفيه موسى بن عمران، وقال الله في أولها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ثم أخبر الله عز وجل كيف أن آل فرعون أي جنده وحشمه التقطوا هذا التابوت. قال الله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. واختلف في اللام هنا، والأظهر أنها تسمى لام الصيرورة، فإن آل فرعون لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، لكنه صار لهم عدوا وحزنا. ثم قال الله عز وجل عن امرأة فرعون: واسمها آسيا بنت مزاحم، كما قال أهل التاريخ. قال الله عنها أنها قالت: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. تخاطب من؟ تخاطب فرعون. وقرة عين لي أن النظر إليه يطمئن، والمعنى أن الله يجعل له لنا فيه نفع. فيروى أنه قال، أي فرعون مجيبا لامرأته، قال لها: أما لك فنعم، وأما لي فلا، وليس لي به حاجة.